كتاب عن أبو عبيدة، أبو عبيدة الشهير، يعني نعمل فيديوهات المقاومة وما إلى ذلك اللي انتم عارفينها على مواقع التواصل الاجتماعي. فتعمل كتاب عن أبو عبيدة، وهذا الكتاب موجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تاني أهم وأكبر معرض كتاب في العالم. مؤلف الكتاب أستاذ سيد داود المطعني، واحد من كتابنا المصريين طبعا في مدينة إسنا. فأستاذ سيد المطعاني عمل الكتاب على تطور الخطاب الإعلامي العسكري من خلال شخصية أبو عبيدة، وطبعا على خلفية الصراع العربي الصهيوني. تعالوا نفهم، نعرف بالضبط الكتاب في أحوائي. أنا مش مهم عندي هم زعلانين ليه، تاني يخبطوا دماغهم في الحيط، مهم عندي أفهم من الأستاذ سيد داود المطعاني حول هذا الكتاب، عايز أسمع عن الكتاب. أهلا بيك يا أستاذ سيد. مساء الخير أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ مساء الخير للسادة مشاهدي تلفزيون مصر. مساء الفل على حضرتك بقى، هستأذنك وطي التلفزيون خالص خالص عشان أسمعك كويس وتسمعني كويس. تم يا فندم، ربنا يخليك يا رب. كلمني عن الكتاب شوية يا أستاذ سيد، ومبروك بالمناسبة على الكتاب وعلى مشاركة هذا المؤلف في معرض القاهرة الدولي للكتاب. الله يبارك في حضرتك، وألف مليون شكر الأول لي تحت الفرصة إني أطلع أتكلم عن كتاب أبو عبيدة على التلفزيون الرسمي للدولة المصرية. حقك يا أستاذ سيد. تمام، وإن أنا بتكلم عن كتاب أبو عبيدة على تلفزيون مصر دي حاجة بالنسبة لي يعني تاني أهم حاجة بعد نجاح الكتاب بفضل الله. ده حقك وده واجبي. علشان الناس، أنا في ناس على تويتر بيقول لك الكتاب هيتعمل ويتسوي وهيتعمل فيك، ولا لا، هو أنا بكلمكم على تلفزيون مصر. تمام، على التلفزيون الرسمي اهو. قول يا استاذ. اما عن كتاب ابو عبيده بالتحديد، العنوان الكتاب ما اسموش ابو عبيده وخلاص، لا، ابو عبيده قائد سلاح الحرب الاعلاميه، يعني محدد في نقطه معينه جدا، وهي الحرب الاعلاميه الدائره بين الطرفين. حلو. سواء المقاومه في فلسطين عموما، او لان المقاومه في فلسطين كلها عندها لسان اعلامي، مش 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 حركه، مش فصيل واحد. طبعا. وبين الطرف الثاني اللي هو الاحتلال، طبعا الاحتلال مع منظومه اعلاميه هائله، منصات على السوشيال ميديا وقنوات تلفزيونيه، وشوف كم تلفزيون رسمي. فاللي شدني في موضوع ابو عبيده لما اشتهر في الفتره الاخيره، طبعا هو خد الدوشه بتاعته كلها في اخر ثلاث شهور في الحرب الاخيره. بس بالنسبه لنا احنا، انا كشاب مصري مثلا، انا من دفعه محمد الدره، يعني محمد الدره لما توفي استشهد، كنا احنا في اول اعدادي، كان هو دي في دفعتنا بالظبط. وطبعا عارف مصر من الاول خالص 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 دعم للقضيه الفلسطينيه، وكانت بشكل رسمي كانت المدارس بتعمل لنا مسرحيات، وتعرفنا على القضيه، وتعرفنا على الشارب محمد الدره وكده. فاحنا خلاص كبرنا على دعم القضيه الفلسطينيه، وكنا بنتابعها، نغيب عنها فتره ونرجع نتابع. فكان الخطاب الاعلامي للمقاومه عباره عن ايه؟ المتحدث الاعلامي باسم المقاومه كناقل خبر، يعني اللي هو ايه؟ يعني في 2006 لما ظهر ابو عبيده اول مره كان ناقل خبر، اللي هو ايه؟ تم اسر الجندي جلعاد شليط، بس ادي دوره. بعد ست سنين سبع سنين حسيت انه اتطور شويه، ده بقى يطلع يطلعوه على منصه ويقول بيان اقوى، يغازل بيه الجمهور العربي ويستفز الاحتلال. بعد فتره لقينا انه بيعمل مراوغه في تطور، الله. بعد فتره تاني لقينا انه بيفرض بحظر تجول في 2021، والحرب 2021 ما طولتش، لان لو تفتكر في 2021 كان في ضغط مصري، فوقفت الحرب طبعا بعد فتره قصيره خالص. فجي في اخر 100 يوم تطور الخطاب الاعلامي للمقاومه بشكل رهيب. فانا شدني الموضوع، ازاي انت من غير منصات بتقاوم وبتحارب وبتشتغل على الحرب النفسيه من خلال الاعلام، على منظومه زي الكيان الصهيوني، منظومه الواحد لا ينكر ضخامتها سواء اعلاميا وعسكريا. فشدني، فهنا في تطور في لغه الخطاب الاعلامي على مدار 17 سنه. فبصراحه كان الموضوع احرى من انه يتعمل عنه كتاب. واتعمل الكتاب وخد رقم ايداعه واتطبع واتنشر ونزل في
معرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 2024 زي ما احنا شايفين. هل كنت متوقع بقى انه الناس اللي هناك الكيان الصهيوني ده تثور ثائرتي الى هذا الحد يعني؟ خالص ما اعتقدش ان هم عايشين معانا للدرجة دي وتابعيننا. يعني انا مركزين كل... هم مركزين انا ما اعرفش كده. انا كان كل اهم حاجه انا لما سالت الناشر هل كتاب زي كده ممكن عندنا الدوله المصريه تعترض على كتاب بالعنوان ده، فقال لي لا مستحيل، عمرهم ما جم حددوا لنا مواضيع معينه نتكلم فيها. صحيح. واي كتب داعمه للقضيه الفلسطينيه لا بيترخص لها وبتتصلح وبتنشر، ومفيش حد ليه سلطان على حياتنا الفكريه ولا الثقافيه. 100% تمام. قلت له يعني تمام اوكي اكتب بالله طبعا. وبالفعل الكتاب يعني الكتاب حتى بنفس الغلاف ده راح خد رقم كده وترقيم دولي ونزل مفيش اي مشاكل. فانا فوجئت بالزوبعه اللي حصلت في القناه الحداثر وفي موقع كان العبري وفي مراسل هيئه البث عمل تويتر وروي كايس ولا مش عارف اسمه ايه. خليني اشكرك جدا استاذ سيد داوود المطعاني مؤلف هذا الكتاب حول ابو عبيده.